شوف داك خرجيك يمكن انا بتخيل بعريفتها. شوف داك راكب سيارة سفر ليت هادي كلها عود برب الفلق. وينك ابو عبدو؟ ابو سلمى بس ابو عبدو بتشكل الفوق. ابو سلمى بتطلش لانه من اولها. اعوذ برب الفلق. لما ربك بده يرزق واحد بقول له ابن مين انت؟ الله رزقني. انت خابر لما طلعت انا على امريكا لانه جوزنا البنت على واشنطن. انت ترامب يا تبعي الاشقر هنا. واخيرا وصلنا امريكا صح؟ يس امريكان. امريكا؟ يس امريكان. يا بني بدي اطلع بنتي. نو Please, what's your name? يا حبيبي أوسمان، أوسمان، what's your name? أوسمان Where are you? يا حبيبي أنا بدي أروح على البنت، جوزنا البنت على أمريكا، قلت لها يابا بلاش تطلع على أمريكا، لا تطلع على أمريكا. Where are you from? In Dublin. شو بيحكي هذا؟ يا حبيبي أنا بحكي العربية، العربية. Where is لغة الضاد؟ What's this? يا بني هذول أغراض إلي. What's this أغراض؟ بقول لك أشياء أغراضات يا ابن الحلال. تفتيش بليز تفتيش هاف بليز. يا بني في قلبها شغلات خاصة. خلص. إيش يعني خاصة؟ إيش؟ يعني أواعي داخلية لنحكيها بالمشرمح يعني. تفتيش يا بني ولا فتشوها في المطار. ممنوع تدخل هون تفتيش. فتشوها في المطار يا بني. نو لا اله الا الله. بلشوا يفتشوا في هالشنطة الا هم شافوا مطرة الدبس. سبحان الله بخافوا من خيالهم يا الله يهديك يا عبيد. مولتك بلا من امريكا. سيتي واتس ذس يا بني طول بالك وانت لاقل ايه واتس يا حبيبي. هذا دبس يا حبيبي يا حبيبي. سحبوا لك علي السلاح وشوية الطيارات اشتغلوا وشوية بدهم يجيبوا المدفعيات كله عشان ما طرت هالدبس. داخل يا جربي والله شحشطوا اخوك ابو عبده ابو سلمى. معقولة؟ فتش يلي بتفتش فتش يلي ما خلوش ولا قرني الا فتشوا فيها. كمل. وبعد التحري بعد الفحص حلو حبوا للدبس. والله اعلم شكلهم باعتين شوي منه لترامب ودايق دبس الخليل وحابه. هدول الامريكان طبعا الامريكان ولا تفكر ابو عبدو قليل. كمل. فقالوا لي شو رايك يا ابو عبدو تعطينا هالدبسات ونعطيك اكتر شغله وصلت الها امريكا في سنه 2019. قل اعوذ برب الفلق. الامريكان كانوا بيعملوا بس خليك معي. شو بدك فيها طويلة إلا هم بياخدوني يا ابو الحبان وبيعطوني مفتاح السيارة. ايه شو بتعمل؟ قالوا مفتاح شو هذا؟ قال ايه شفرليت. This is شفرليت. هذا شفرليت هذي شفرليت وهذه قصة السيارة. وقل أعوذ برب الفلق. النسخة الأصلية عبر صفحة ليزر كليب للإنتاج الفني. مبروك يا مروان. بدي اروح انا لاني مستعجل. وين يا ابن الحلال؟ والله بنتي هيك بدي اروح عليها زياره. زمان ما شفت قهوه يا ابن الحلال. يزيد فضلك عم ابو عبدو طمنا عليك. بلكي هيك. السلام عليكم. عليكم السلام. كل يوم تعال يا اخي. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. بدك تطلع احد مني تاخذ لهم دبس؟ انا بدي اروح اخذ لهم كنيف على الامريكان هذول. بدي اورجيك تروح بطياره ترامب. اما توكل على الله. Very nice. Yes. 17 مره عم بوكلك مسخنهم. Yes. اوكي. انت بتدينا هادي انا بديك دي كبيره اخر ما توصلت الى امريكا. اوكي. والله ما بدنا حدود منكم يعني بقص انه يعني شفتكم بركه والله. نو. انت بتديني دي انا بديك دي. اوكي. يعني مش عارف شو بدي اقول لك. خلاص يعني اذا انت مصير خلاص توكل. اوكي ثانك يو باي باي. شو ثانك يو. شوف شو هذا شو اوكي شو هذا هذا. This is dibs. اخر ما توصلت الى امريكا. This is very nice. اوكي شو بتحكي يا زلمه. Yes, very nice. انت ايش؟ Yes. انا بطل الى امريكا. Yes, very good. روح الله يخرب بيتك يا ابو عبدو. الله لا يوفقك يا ابو عبدو. روح. What? يا خرب بيتك يا ابو سلمى. شايف مين هذا الجزائر اللي بتطلع على غيره؟ عيني بتبت.
لمزيد من الفيديوهات زوروا موقعنا على الفيسبوك ليزر كليب للإنتاج الفني.